القطبين الكبيرين أصحاب الشعبية الجارفة في مصر والوطن العربي بأكمله. أكيد الأهلي هياخد الدوري زي كل مرة طبعا، دي حاجة محسومة أصلا من الأول. أما الزمالك ده يعني ربنا يوفقه، نتمنى ليه التوفيق في الدوري يعني. بس هو نعم بعد ما جيت الأهلي هياخد الدوري كده كده أصلا، الأهلي بيلعب ماتش أصلا وكده كده الموضوع محسوم بالنسبة له. عايز يلعب الكرة العرضية وادي الرأسية تترد لشنر أشياء، البداية باللون الأحمر. الأهلي هو بطل الدوري ولا عزال الزمالك. هو في غيره؟ هو في حد قدامه؟ مشيت معاه اوبا، والهدف يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا محمد يا شريف. الاهلي ان شاء الله. الاهلي طبعا طبعا، الاهلي الدوري، الاهلي نتائجه الاخرانيه تطمن اللي هو ياخد الدوري. يطير عليه والهدف الاول للنادي الاهلي، الهدف الاول للنادي الاهلي عمرو الصوليه. الزمالك لازم تاخد الدوري باذن الله. الزمالك السنه بفضل الله ماشي بخطوه ثابته جدا واداء ثابت، وان شاء الله باذن الله يستغلوا فتره بتاع الاهلي بتاع بطوله افريقيا والارهاق والتعب اللي الاهلي كان فيه، وده ظهر في الماتشات الاخيره للاهلي. شيكا بالا يمشي، شيكا خطيره، جول التعادل من شيكا. ماذا قلت لكم؟ شيكا مزيكا. الزمالك ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله الموسم دوت ان شاء الله. الزمالك بامر الله ان شاء الله. ارضيه ببطن رجله وهوبو، يا عيني عليك يا ساسي، يا عيني عليك يا ساسي. الاهلي، انا زملكاوي بس انا عارف ان الاهلي هياخد، لان يبقى في فرق اهداف. وخلي بالك زمان المحله خدته من الزمالك، من الزمالك بهدف، خلي بالك يعني. فالايام بتعيد بعضها. الله على كوره تطبع، الله على كوره بكل الالوان. جول عالمي 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 يا شيكابا.